السلام عليكم، ازي حضراتكم؟ مرحبا بكم، تكونوا بخير. انا رمون صبري، وان شاء الله في هذا الفيديو هنتعلم بشكل سريع جدا ازاي نقدر نعمل ال 3 دي افكت في كانفا بين التكست وبين الصوره. جاست يا فندم، تيجي انت على كانفا ونعمل تلك الطريقه في 3 خطوات بس يا فندم. جاست تيجي على كرييت ديزاين، وبتختار بقى اي دايمنشنز انت عايز تعملها. انا مكتب معاكم 3000 في 3000 بيكسلز، وهختار بقى يا فندم الصورة أنا عايز بقى أشتغل عليها في ال 3D Effect. تمام، فاختار صورة معينة. تمام، زي مثلا صورة الطفل ده، حلو جدا. هاجي على موضوع Effects وهعمل Back Ground Remover. طبعا تلك الخاصية موجودة في كانفا برو، اللي هو الاشتراك الشهري في كانفا، أو على الأقل في الشهر التجريبي في كانفا. تمام، وطبعا أنت لو عندك أوريدي صورة ليها بقى خلفية شفافة مفيش مشكلة. تمام، حلو جدا. ثواني كده قليلة جدا بس، وبتتحذف الخلفية بشكل سحري في كانفا. حلو جدا كده يا فندم. تمام، تجيب بقى التكست اللي عايز تشتغل بقى عليه في ال 3D افكت مع تلك الصورة. وبعدين بقى اجي يا فندم اختار التكست اللي انا عايز اشتغل عليه دلوقتي. تمام، بشكل سريع جدا كده، نكبر كده شوية الخط نفسه، ونخلي ممكن نكتب أي حاجة خاصة مثلا باليوجا. قشطة كده. كده يا فندم أنا كده عندي الصورة خلف التكست. تمام، زي الفل. الخطوة بقى التانية يا فندم بقى تيجي على الصورة نفسها. تمام، وتعمل ليها دوبليكيت، هي العلامة اللي فيها زائد دي. زي الفل يا فندم، تركب الصورة الجديدة دي على الصورة القديمة بشكل كده ايه متناسق زي ما حضراتكم شايفين اهو. تمام، جاست تسحب بقى سحبة كده، تك 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 تك، بس كده. كده فين عندنا ال 3D افكت بشكل سريع جدا، مفيهوش أي لعبكة، مفيش أي تعقيد خالص. أو عملنا فين ما هو ال 3D افكت مع التكست اللي معانا مع الصورة الجميلة دي. تمام، برضه بشكل سريع جدا بقى، لو عندنا ممكن صورة يعني أكثر شوية، يعني أصعب شوية سنة، نيجي على فوتوز بار تاني. تمام، تلك الفيميل يعني نفس الفكرة، نيجي على الإفكتس وباك جراوند ريموفر، نشوف نشيل الباك جراوند. تمام كده يا فندم، الخلفية كده اتشالت، نكبرها شوية كده، نحاول نظبطها كده شوية. تمام، نكبر الصورة أكبر شوية كده زي الفل كده. نجيب التكست الخاص بينا، نكبرها شوية كده تاني، نكتب يوجا يوجا. تمام، انا عايز اخلي بس ايه الصوره كده. كده عندنا الصوره خلف التكست. تمام، حلو. وبنيجي على الصوره الفن بتاعتنا ونعملها دوبليكيت زي الفل كده، ونظبطها كده على الصوره الاصليه. جاست بنسحب سحبه كده صغيره كده بس كده. تمام، جاست بقى نعدل بس التكست شوية كده، ايه ننزلها تحت شوية سنة كده. بس وكده معانا فنم ال 3D effect بين الصورة الخاصة بالفينيل مع كلمة يوجا. طبعا هذا طبعا الافكت مهم جدا ومميز جدا، وانت بتعمل تشتغل مثلا تعمل اي فلاير، اي بوستر، اي حتى تصميم تيشيرتات، بتستخدم فيه ممكن تأثير كده جميل كده وجذاب ومختلف، اعملها بس في كانفا. طبعا الفيديو ده انا عملته بشكل سريع جدا للاستفادة. ولو في اي سؤال، اي استفسار دايما حضراتكم. اشوفكم ان شاء الله فيديو قادم، ومع السلامة.